وبالتالي لا يجوز لمسلم أن يأتي بطائرة إماراتية أو غير إماراتية إلى مطار اللد اللي اليوم بسموه مطار بن غوريون ليأتي ليصلي في المسجد الأقصى. أولاً ألا يطبع بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال، وأن يزور القدس وفلسطين والمسجد الأقصى بقصد زيارة القدس وفلسطين والمسجد الأقصى. تحريم يا مفتي القدس لابد من دليل شرعي من قال الله وقال الرسول، لأن الذي يحرم هو الله أو نص صريح صحيح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم للقدس أو للمسجد الأقصى المبارك في غير البوابة الشرعية الفلسطينية أو الأردنية هو الحقيقة دخول للبيوت من غير أبوابها، وهو تطبيع واضح وواضح.